فهو بقول لك للمرة التانية لمن يسأل، الفيديوهات بتاعت الزلزال بتاعت مرتضى منصور ما نزلتش حتى الآن. خلي بالك دي مش أول مرة، وأنا بنصحه إنه يا ريت يرتب أموره وما يعلنش عن أيام علشان الشكل مش كويس. أنا نفسي كنت مستني الزلزال وعايز أستمتع بيه، بس مفيش زلزال. أعمل إيه طيب؟ أنا نزلت بالبركان وخلصت. فاكرين أنا عملت البركان وخلصت. مرتضى منصور يقعد بفيديوهات الزلزال، وعبد الناصر زيدان ضرب الدنيا بالبركان. أنا خلصت البركان بتاعي، عندي حاجة مهمة بس يوم الأربع ستكون مفاجأة. عندك زلزال. خلاص عملت بركان، وفي بعد البركان ايه اللي عندك مهم؟ البركان ده لما بيجي بيشيل كل الناس، ما بيخليش حاجه موجوده. لا عندي، لا لا، في بعد البركان حمم. حمم؟ لا اله الا الله. انا عندي حته حمم صغيره يوم الاربعاء. طبعا الاستاذ علاء حمام الراجل سعيد جدا بتعيين الكابتن شوقي غريب، لاني علاء بنفس المنظومه الفاسده من المؤيد بقوة. فعلا والله العظيم فعلا، انا لو رحبت ابقى فعلا يعني بشارك في جريمه، اقسم بالله انا بشارك. انا عايز اقول حاجه للمهندس انا ابو ريده، انت مش هتفهمنا من اصحابك. لا انت مش هتفهمنا من اصحابك. لا انا هنا ابو ريده اهو. لا يعني انت اسال وانا هنا ابو ريده. انت مش هتفهمنا من اصحابك. لا هو مفيش غير اصحابك اللي بيقعدوا معاك في الساحل. ايوه مفيش غير اصحابك اللي بيجوا الساحل. ايوه. احمد مجاهد يقول لك خد طارق سليمان بلدياتي من الحمول، تاخد طارق سليمان بلدياته من الحمول؟ عشان احمد يعني؟ عشان احمد مجاهد حبيبي، ولما قال لي على طارق سليمان قلت له مفيش مشكله، يعني الراجل بينفذ لي كل التعليمات صراحه. يعني ايه يعني؟ واحنا هنفضل في الدائره المفرغه دي؟ مفيش ابدا نطلع جيل تاني من المدربين. ما انا بجاوبك. شوقي خلاص قضى فترته، ولا عشان هو صاحبك والعيال الصغيره مش اصحابك؟ لا علي ماهر صاحبك، ولا عماد النحات صاحبك، ولا احمد سامي صاحبك، ولا حسام حسن بتحبه؟ هو في ايه يا عم؟ لو سمحت، ايه يا عم؟ لو سمحت احترم نفسك وانت بتسالني. انا اسف يا باشمهندس. انا راجل عضو المكتب، انا راجل عضو المكتب التنفيذي في الكاف وشرف لمصر، وعضو المكتب التنفيذي في الفيفا. اعرف بتكلم لمين؟ مش عشان رضيت ان انا حورك. انت فوق دي بقى من فوق. بس ده بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك. احنا هنفضل عايشين في شله الساحل بتاعتك لو سمحت. جماعه نادي الصيد. لا قاعدين شله. لو سمحت، لو سمحت شله الساحل. لو سمحت اسئلتك موجهه، وهضطر ارمي المايك واسيب الاستوديو وامشي. لا لا لا، انا بس عايز سؤال. احنا حضرتك هنفضل عايشين في موثق اصدقائك اللي بتقعد معاهم في الساحل؟ ايوه. يا انا مش فاهم. ايوه. وهدفعكم الثمن غالي عشان تعرفوا ازاي. طب جبت الكابتن شوقي غريب، لازم تجيب معتمد وتجيب شيتوس عيالك. لازم بتحبهم. لازم كل حته تقول دول عيالي. لازم. وانت ايه يا باشمهندس؟ انا حر، انا اللي بدير الكوره في مصر. هو انت تفكر احمد مجاهد ده رئيس؟ ده احمد مجاهد ده شايل الشنطه بتاعتي. وكنت احمد مجاهد قال لك يا طارق سليمان ده بلدياتي، وبتسمع كلامه؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله يعني؟ هو شفتني جبت حد كويس عشان اقول لطارق لا؟ انا معاك في حوار بمنتهى الصراحه. انا هنا بريده اهو بقول لك، انا اللي بدير الكوره في مصر غصب عن عين اي حد، وغصب عن عينك وعين اللي جابوك. طيب هو السؤال دلوقتي، المجلس اللي هينتخب في اتحاد الكوره هيجيب مين؟ ما انت جبت كل الناس. لا لا، في النهارده حطيت كل المنتخبات. لا لا لا، في انا عندي ايه رزمته ده؟ انا بص، انا عارف، انا مقدر ان لسه 4 سنين على المنتخب بتاع شوقي غريب الجديد قبل ما يشتغل، بس ضمني يا غبي ان اللي يجي ما يجيبش شوقي حبيبي يقعد عاطل في البيت. انا راجل. ايش ضمني اللي هيجي؟ هيجيب راجل جدع مع اصحابك طبعا، يجيب على بلاطه. الناس دي ياما خدمتني، يعني مش عايز اقول لك، وصلت لحد كانوا بيمسحوا لي الشقه. هي بالناس دي ياما وقت. والله انا مش عارفك يا باشمهندس اقول لك ايه بصراحه. انت اللي انا اقدر اقوله لك ان انت راجل جدع مع اصحابك،
وان شاء الله ان شاء الله الدنيا تولع، اهم حاجه اصحابي. وانا ما وفي حد قاعد لي غير اصحابي؟ طب ما انا كنت بشتغل لمصر، وفي 2019 مصر اديتني شلوت، استفدت ايه من مصر؟ ما حد وانت راجل يتبالي. اشتغلت بمصر لما رحت جبت اجيري ده، اقول لك بقى الله اعلم، ماليش دعوه بالمواضيع دي. انا صريح الله بقى، اعلم، ماليش دعوه بالمواضيع دي. انا صريح. لا 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 لا، المهندس انا مريض راجل محترم، لكن ادارته للكوره اداره فاشله، وحاطط ايده في كل حاجه وجوزه في كل حاجه لا بيجيب لو اصحابه. لو سمحت، انا ايدي ما بحطهاش في اي حاجه، ولا يا والله بحطها، العظيم لا اقسم بالله، انا ما انت بحط. المهندس انا مريض بيجيب اصحابه. هو في ايه يا جماعه؟ هو احنا هنفضل عايشين في جو العلاقات مفيش كفاءات؟ هنفضل عايشين في جو العلاقات في الرياضه بدون كفاءات؟ ايوه هو في ايه يعني؟ ولا احد بجد كل الفضائيات عمال يلف على الفضائيات يدافع عن كابتن شاور غريب؟ هو احنا يا اخويا مش عارفين الكابتن شاور غريب؟ مش هنطلع اجيال ثانيه في التدريب؟ الشباب اللي طالع وبيكافح وبيتعلم وبياخد ضغطات وبيعمل نتائج ده مش هياخده؟ علي ماهر ده ما يدربش ليه المنتخب الاولمبي؟ حسام حسن ده يفضل لحد امتى مكروه؟ ولحد امتى الموضوع ضده؟ واحمد سامي ده ليه ما يدربش المنتخب الاولمبي؟ وعماد النحاس ليه ما يدربش؟ هو في ايه يعني؟ في ايه؟ هتفضلوا تقتلوا في الاجيال في الاجيال عشان العلاقات؟ عشان ده صاحبي وده حبيبي وده حد وصاني عليه وده حد كلمني عليه؟ شله الصيد تدير الاعلام قوم تقوم. طيب هم بتوع الصيد اللي يجوا يحللوا، بتوع الصيد اللي يقعدوا، شله الساحل تدخل اتحاد الكوره، شلل شلل شلل، كله علاقات مفيش كفاءات ابدا. بتقتل اجيال، بتقتل اجيال. ما تدي فرصه يا سيدي للمدربين الشباب اللي جايين، امال مين هيضرب المنتخب الاولمبي؟ يعني الشباب دول ما ضربوش المنتخب الاولمبي هيضربوا ايه ان شاء الله؟ هيضربوا ايه يعني؟ هيضربوا ايه يعني؟ مدربين شباب طالعين ومدارس جديده ومجتهدين، وعبد الحميد بسيوني ما ياخدش فرصته ليه؟ عبد الحميد بسيوني ده ما ياخدش فرصته ليه؟ هو شوقي غريب خد بقى. الاجيال دي لا لا هتضرب لا لا، امتى؟ لو سمحت الاجيال عايز، دي هتضرب لا لا امتى؟ لا لو سمحت، عايزك انت عايزك انت بس طب اقول لك على مهزله على الهوا؟ اقول لك على مهزله؟ يا راجل ده كابتن مصر احمد الكاس ما بيطلعش في اون تايم سبورت عشان مش من شله الصيد، ده راجل ساكن في اسكندريه. شفت مسخره اكتر من كده؟ شفت مسخره اكتر من كده؟ لما احمد الكاس كابتن مصر ما بيطلعش في اون تايم سبورت عشان ده راجل مش عاوزه في نادي الصيد، ده راجل عايش في اسكندريه. ايه راي حضرتك انت في كده بقى؟ لا جابوه ايه راي مرتين، حضرتك انت في كده بقى؟ جابوه مرتين، ايه؟ جابوه مرتين. جابوه مرتين. طب الله الحمد لله. نبص لنا وش وضاق كويس قوي، هم جابوه مرتين ده كتر خيره، ده حاجه كويسه والله. طب ياسر رضوان ما يجيبوش ليه؟ يا بيه ياسر رضوان ما بيجيش ليه؟ يا بيه يا بيه، بص وانت معايا. طب سؤال صغير، وهشام يكن ما بيجيش ليه؟ ما بيجيش ليه هشام يكن؟ لا يا صاحب ناصر بصراحه الموضوع العلاقات ده خلاص يا راجل، ده طب يا بيه، وانت موضوع بتكلم، العلاقات ده طفح والله طفح. وانت بتكلمني ال في 171 مليون يورو منهوبة من الفيفا في 2021، ده تقرير عالمي منشور النهاردة. 171 ايه؟ 171 مليون يورو. انا ماليش دعوه بالفيفا، انا ليا دعوه بالاجيال ما الجايه ما ما انا والمدربين لا اللي انا هم بكل انا بيفكروا. بكلمك على ان الفساد مستشري يعني، ورئيس يا ماشي اتحاد. ماشي، والاجيال الجديده المدربين دول هياخدوا فرصتهم امتى؟ يعني دول هياخدوا فرصتهم امتى دول؟ خلاص الكابتن شوقي نقع مرحلته، كان ما كنت تجيب دم جديد وتجيب وجه جديد من الوجوه الجديده الشباب المجتهد، علي ماهر وبسيوني واحمد سامي وعماد النحاس، الشباب الجديد ده المدارس الجديده دي المفروض كنت تديهم فرصتهم. بص يا جماعة، برلين الشرق الأوسط أونلاين، قال مكتب الإدعاء العام في فرانكفورت اليوم أن مدعين ألمان وسلطات الضرائب فتشوا مكاتب الاتحاد الألماني لكرة القدم ومنازل مسؤولين حاليين وسابقين بسبب مزاعم تهرب ضريبي،
وأضاف أن 6 من المسؤولين الحاليين والسابقين يشتبه في تلاعبهم عن عمد بإيرادات الإعلانات في الاستادات خلال مباريات كرة القدم في عامي 2014 و2015، مما أدى إلى التهرب من سداد 4.7 مليون يورو، يعني 5,052,000 دولار من الضرائب المستحقة. استنادا على التحقيقات، يوجد اشتباه حتى الآن في أن المتهمين كانوا على علم بالأخطاء الضريبية، لكنهم قاموا بذلك عن وعي لمنع الاتحاد الألماني لكرة القدم ميزة ضريبية كبيرة. وهذه أحدث حلقة من سلسلة الفساد الجنائي في أكبر اتحاد كرة قدم في العالم خلال السنوات القادمة. يعني في كل العالم الدولة بتحط إيدها لتنظيف الاتحادات. إحنا مش عارف في إيه؟ في إيه؟ بلد مليانة إنجازات واتحاد كرة فاسد. أهو في كل العالم، ألمانيا ها. في كل العالم ما قالوش ليه فزحت الفيفا وما قدرت نروح نفتش. أهو. بص، التحقيق مع رئيس اتحاد بوليفيا لكرة القدم ومسؤولين في اتحاد أمريكا الجنوبية بقضايا فساد وابتزاز ورشاوة وتبييض أموال. أهو. العالم كله يا جماعة القبض على رئيس الاتحاد الأرجنتيني وعضو اللجنة التنفيذية بالفيفا للتلاعب في عقود الرعاية والبث التلفزيوني خلال 2021. في أقل من 6 أعوام الدول عملت ايه؟ 37 فاسد ورئيس للفيفا سابق ولاحق تورطوا في جرائم منظمة لصالح المافيا العالمية تتضمن غسيل وتبييض ورشاوة وتمرير أصوات انتخابية لاستضافة بطولات. مش احنا بس اللي بنطالب، العالم كله شغال في اللي احنا بنتكلم فيه. العالم كله، وفي الآخر جايبين شوقي غريب تطلعوا لنا لسانكم؟ جايبين شوقي غريب عشان تغزوا الشعب كله؟ طب اشرب. تغضبة كبيرة على السوشيال ميديا يا علاء على فكرة. ده كده انت بتقتل كده الطموح يعني. في ايه يعني؟ كلها علاقات، ده صاحبي وده حبيبي وده بيقعد معايا في النادي وده بيضرب معايا في البورصة وده مش عارف مين كلمني عليه، كله علاقات. مفيش كفاءات أبدا. ما بتفكرش في صناعه جيل جديد ابدا. بتدمروا الطموح عند الناس، بتقولوا الناس ما تجتهدوش روحوا صاحبه بدل ما تجتهد اشتغل على نفسك، لا روح صاحب واحد مهم هو يجيبك. لكن تشتغل وتجتهد مش مهم يقول على الجهاز. كله علاقات. بتدمروا الناس، بتحطموا الناس معنويا. بتقول الناس ما تجتهدش، اعمل علاقات بس كده وانت ما تقلقش، هنجيبك فاشل نافع مش نافع هنجيبك. خلاص راجل قضى مرحلته وضرب المنتخب ومشي، وكان فاشل قبل كده وجه وسند ده وخلاص نفع. خرج جيل جديد بقى. خرج جيل جديد ودي فرصه للناس اللي بتجتهد. حاسس الناس اللي بيتعب وتجتهد الناس بتقدره. مش فاهم انا. هنفضل عايشين في سكه العلاقات. وفي الاخر لما بتخرب بيستخبوا تحت السراير كله. والجمهور هو اللي بيتحرق دمه. الجمهور في الاخر هو اللي بيتحرق دمه. بيرجعوا يختفوا ويتلونوا ويرجعوا تاني. بأي مشهد جديد واي مظهر جديد واي شكل جديد. حاجه غريبه والله، انا ما شفناش كده في الدنيا ابدا. وعينهم بيقعوا ويدافعوا عن بعض. دافعوا اقول لك حاجه غريبه والله. حاجه غريبه. احمد مجاهد قال لك. قنوات للدفاع بالباطل. يا عم احمد، القنوات دي ترست انجازات وهميه. يا عم احمد مجاهد قال لك انجازات شوقي غريب وارقامه تتحدث عنه. يا باشا ده في قناه متسخره دلوقتي للكابتن شوقي، شغال متسخره له. متسخر ده انت لو خدت كاس العالم، القناه دي مش هتشتغل الشغل اللي هي شغاله دي. دلوقتي يقلعوا البدل ويلطموا، ايه يا عم ده؟ في ايه؟ كل ده عشان الصحوبيه والعلاقات والصداقات؟ ايه ده؟ ايه ده يعني؟ مفيش حد يطلع في قناه محترمه زي دي يتكلم على اجيال جديده من المدربين ويقول كان لازم ندي دم جديد، ندي اجيال جديده وليه؟ مفيش حد خالص. لا ده صاحبنا ولازم ندافع عنه. تصدق بالله؟ لا اله الا الله. والله العظيم الاستاذ سامح والاستاذ محمد حنفي والاستاذ احمد ابو صالح اللي بيقعدوا معايا على قهوه ارنب، اقسم بالله ما دافع عنهم بالشكل ده.
لا وانت وانت هتمثل نفسك بهنا بوريدة. طب انت بيع لاصحابك هنا بوريدة ده شهم. ده جدع او اصحاب. انت تبيع ارنب نفسه يا راجل، مش بتسامح. بالله ده جدع او مع اصحابك. انت هو وشلة الصيد جدع او مع اصحابهم. خش في اخبار الزمالك يا بيه. اقسم بالله تحفه تحفه والله. يا ابني ما خدش في اخبار الزمالك. في مشهد حصل امبارح كده، انا امبارح كنت عايز اعلق عليه، بس بقى الموضوع بتاع نادي المدينه والدرع وبتاع خدنا يعني. الكابتن مصطفى محمد المهاجم بتاعنا الخطير والكبير امبارح نزل في الدقيقه 93، لعب بالظبط 30 ثانيه 40 ثانيه واخد بالك، والحكم نهى الماتش. ما شفتش يعني الكابتن محمد مصطفى محمد قلع التيشيرت بتاع جلطه سراي وراح يضرب فاتح دريم ولا يكفله ولا يشتمه ولا يعمل اي حاجه. ما شفتش يعني الجو بتاع الكابتن مصطفى محمد مع المنتخب يعني. نزله بالظبط 30 ثانيه 40 ثانيه يعني. واخد بال حضرتك؟ ما شفتوش يعني عمل حاجه يعني. ومع احترامي للدوري التركي كله على بعضه يعني، مش جلطه سراي، مع احترامي للدوري التركي يعني. مش الامل يعني يا كابتن مصطفى محمد. ما شفتكش يا اخويا انتفضت كده وقلعت التيشيرت يا اخويا واتخانقت ولا رحت عملت اي حاجه لفاتح دريم. جزلت رقبتك كده وخرجت على اوضه اللبس، يا مدلدل رقبتك كده وانت ماشي. ما شفتكش كده غضنفر كده زي يوم ماتش توجو كده. ما شفتكش غضنفر يعني. الكابتن شوبير علق على الموضوع ده لو عايز تسمعه. والله علق امتى؟ علق الصبح النهارده تصريح ساخر من الكابتن شوبير على مشاركه مصطفى محمد لو لمده دقيقه. قال ايه؟ نسمعه لو عايز. لو انت لو ده ما فيهوش مشكله نسمع. مصطفى محمد للمره الثانيه بيشارك في الوقت بدل الضائع لمباراه جلطة سراي مع ضيفه جوستيبي، بيفوز 2-1 ولمس الكره مره واحده. هفضل كل يوم افكر مصطفى محمد، اقول له يا مصطفى عملت حاجه مع فتح تريم لما لعبك للمره الثانيه دقيقه واحده؟ كان في اي تصرف او توجه ضده؟ طبعا لا، لانه ده ما ينفعش في عالم الاحتراف. وبتبقى سعيد ان انت بتنزل دقيقه ما فيش مشكله. لكن هنا بتحصل اهو نفس كلام على حمامه. يقدرش. لا ده هم 40 ثانيه 40 ثانيه بالظبط. ما انا بقول لك ما يقدرش، ما انا بقول للكابتن شوبير ما يقدرش يتعلق من رجليه. لكن هنا الكابتن وائل جمعه قال لك اصل انا ما شفتش حاجه. معلش يا جماعه انا ما خدتش بالي. معلش يا كابتن وائل، الجمهور قال لك بس انت امن نفسك عشان ايه؟ ممكن لا مؤاخذه تتضرب يعني. انت امن نفسك من دلوقتي. الحاج كابتنهم كده بدون اي حاجه كده لوحده، واللعيبه مجهده ومنفوخه، طلع لوحده كده وقال لك انا موافق على كاس الرابطه. مش تهدى يا كابتن على نفسك. مش تعرف الاول انت هتشارك في البطولات ايه السنه الجايه؟ انت اي حاجه بتزيد فيها وخلاص. ها؟ انت بتزيد فيها؟ مش لما تشوف الاول الضغوط اللي عليك وعدد اللعيبه اللي معاك، اذا كان احنا اصلا ممنوعين من القيد. يعني ما عندناش غير عدد معين من اللعيبه. طالع تقرع وتقول انا موافق على كاس الرابطه، وانت اصلا ما تعرفش ايه هو كاس الرابطه. اذا ما تحطلوش اصلا ضوابط ولا اعلنوا عنه. مين ده؟ واحنا موافقين من القيد. هتجيب منين لعيبه تشارك بيها في كاس الرابطه؟ مين ده؟ هو اي هاكت وخلاص. مين ده؟ شفت بقى ده الفرق على بعد اذنك، انا ما بحبش المقارنات. شوف الاهلي النهارده، شفت انت كارديرون بيقول ايه وانت زعلان؟ تعال اقول لك الخطيب قال ايه. اتفضل. الخطيب النهارده اجتمع مع كل المسؤولين عن الرياضه والكره في النادي وقال لك ايه؟ قال لك 48 ساعة سنرد على مقترحات الدوري وكاس الرابطة، ولكن بشرط ألا تتعارض الارتباطات المحلية مع ارتباطاتنا القارية وكأس العالم للأندية وأجندة لاعبينا الدولية مع المنتخبات. وإن عشان نرد ما هو الراجل قال لك عشان نرد لازم نشوف الأجندة، معنى كلامه بالعامية، وندرس ونرد نشوف شكل الدوري المناسب لنا ايه والدنيا ايه عشان نعرف مصلحتنا ونساعد في ان الاخرين يبقوا مرتاحين. لكن ما طلعش على طول انتر وقال لك مش عارف ايه حاجه غريبه. طب وانت هتقارن، لا مؤاخذه، انت هتقارن الخطيب بكابتنوني؟
ما انا بقى ما ينفعك برضه يا جماعه، يعني انت عايز كارتيرون ما يطلعش على المسرح وينقط، عايز الفرح يعدي كده من غير الراجل ما يطلع وينقط. مالك الراجل اصلا ما يعرف ايه هو كابتن رابطه، ولا توضع له ضوابط ولا توضع له اي حاجه، وراح رايح على تصريح انا موافق على كابتن رابطه. مش تقلق يا كابتن على نفسك شويه يا اخويا، اقسم بالله انا حتى اضحك ضحك يا جماعة. حد يفهمه يا حبيبي، افهم يا بابا، احنا ما عندناش قيم، ما عندناش صفقات، معانا مجموعة لعيبة معينة محددة هنشارك بيهم في دوري وكاس ورابطة أندية أفريقية. اهدى شوية، اهدى، مش أي زيطة تزيط فيها وخلاص. تصدق بالله والله أنا شكيت إن حد اتصل بكارتيرون وقال له بص إحنا عايزين نشجع مجلس رابطة الأندية اللي جه الجديد ده، فاخرج اضرب لهم التصريح ده. والله انا قعدت افتكرت كده، والله قعدت اضحك. ده احنا ما عندناش قيد، ما عندناش صفقات يا مؤمن. يعني انت عايز اللعيبه كده كده هتلعب الدوري كل ثلاث ايام. يعني اللعيبه هتلعب الدوري كل ثلاث ايام. وانا النهارده كنت بعمل تحقيق كبير جدا على شكل نظام الدوري، كلمت كل المسؤولين في الانديه على شكل الدوري. اكتر من سبع كام نادي، 15 نادي عايزين الدوري بشكل القديم، دور اول ودور ثاني. اهدى كارتيرون يا اخويا، اهدى كده، ما تسخنش لوحدك. كاس الرابطه ايه ايه ده بس؟ لما تشوف الدوري لو اتعمل بنظام الانديه ما عايزه دور ذهاب واياب، هيبقى كل ثلاث ايام ماتش. اذا كان احنا الكاس ده ما خلصناهوش يا كارتيرون، وهنلعب الكاس الجاي، وانت جاي تزيط وتقول ايوه انا موافق على كاس الرابطه، انا جاي معاكم في اي حاجه، خدوني معاكم في الميكروباص. مش كده بقى يا كارتيرون؟ وكمان روح شوف الاول مشكلتك مع علي فتوح كده، وشوف هتحلها ازاي. خد بقى الانفراد الثاني ده. فاكر انت كارتيرون لما طلع قال لك النقاد ده حياتي وقلبي وحبي وانا ما اقدرش استغنى عنه وانا محتاج النقاد؟ النهارده قال لك لا، عيره النقاد ده، انا طلع لا حياتي ولا حبي في ساعات. خلاص بقى، ما احنا قلنا بقى انت عايز، ما قلنا خلاص خلاص بقى، خلاص دي مشاكل بقى، مش عايزين نتكلم بقى خلاص. فالراجل قال لهم ايه؟ شوفوا له حل، اي عرض جاي له ما شافوش في وشي. اذا انا مفيش حد بيفرق ما بين الصحاب غير الفلوس. لا برضه الاسيه برضه، عارف لما يكونوا اتنين صحاب كده ويقصوا على بعض، هي برضه ايه؟ بيفرقوا برضه، واخد بالك؟ الاسيه برضه صعبه. وبيحضرني موضوع بعيد عن كارديرون تماما والقصه دي، حد كده حكيم قال لي ايه، مش عارف الموضوع ده جه في دماغي، بس مالوش دعوه بكارديرون ولا اي حاجه من اللي بنتكلم فيها، بس جه في دماغي يعني. قال لي اذا اختلف اللصان ظهر المسروق، بس مش عارف ايه علاقه الموضوع ده بكارديرون، يعني مش عارف انا قلته ليه، مالهوش علاقه بكارديرون خالص. بس جه على بالك يعني؟ يعني انت عارف انا ما احبش حاجه تقف في زوري. تمام تمام، لا ربنا يسليك لك زورك على طول. كفايه ان ايه حاج كارتيرون قال لهم ايه يا جماعه؟ باشمهندس الطويل اللي بيلعب تحت اليمين، الاستاذ الطويل ده، قالوا له قال لهم يا ريت ما يجيش تاني التمرين، شوفوا له حل. النهارده بقى ايه؟ بلغوا الحاج كارتيرون، قالوا له بقول لك ايه، قصدي الحاج النقاز، قالوا له بص بقى، ده الاداره طايقاك ولا المدرب طايقك؟ وانت اصلا احنا خدنا حكم عليك، انت جيت عملت عاد، فاستغرب بقى، انت هتطلع انا هتمشي عرع انا هتمشي. فالمهم ايه؟ قال لك ان في نادي بيراميدز مرحب يعني انه يحصل على غيابات الحاج حمد النقاز، فعلى ورقه الله كده خلال الايام اللي جايه طبعا هيتكل على الله ايه ويروحوا كده كده، بطاقته اصلا موجوده في الترجي، لان احنا اصلا السيستم بتاعنا واقف، يعني انا كنت هيبقى طايق، فبطاقته تطلع بقى من الترجي على بيراميدز يعني، لو اتفقوا على المقابل المالي. محمد عبد الشافي لعيب الزمالك تم استبعاده من المنتخب، عنده شد في الخلفيه، وعبد الشافي اتصل بالكابتن ده السيد المدرب العام وقال له انا عندي شد في الخلفيه ومفيش وقت. طبعا انتوا عارفين مباراتين ليبيا، مباراه يوم 8 في القاهره، مباراه يوم 11 يوم 12 في ليبيا. فالمهم تم استبعاد عبد الشافي وتم استدعاء محمد حمدي الظهير الايسر لنادي بيراميدز. الزمالك شافي من الناس اللي بحترمهم وبحبهم في الله، ونعم بالله ونعم بالله، يعني فعلا ربنا طبعا ده نموذج، ده نموذج من الناس الرائعه 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 في الخلق والرقي والادب، كل حاجه كل حاجه حلوه كل حاجه حلوه.
وعشان كده ربنا كرمه برضه، انت عارف انت طبعا ربنا يا بيه، ربنا ما يكرمش حد في السن ده غير بحاجات كتيره جدا، الصلاه وتقوى الله والنوم بدري والاكل السليم، راجل محافظ على نفسه، ده راجل ما بيردش يا راجل، رضا الوالدين والتقارب كل حاجه بيعمل، كل حاجه كل حاجه كل حاجه كل حاجه. اكيد اكيد طبعا. الزمالك اختتم معسكر برج العرب، هيتدرب بكره في ملعب النادي طبعا استعدادا لمواجهه توسكر الكيني في ذهاب دور 32 من دوري ابطال افريقيا، واللي هتلعب في كينيا، مباراه تلعب في كينيا يوم 16 اكتوبر. الزمالك طلب من اتحاد الكره انه يخاطب الامن انه يديه موافقه انه يلعب على استاد القاهره مباريات الموسم الجديد كلها، دوري وكاس وافريقيا. طبعا لسه هنشوف بقى رد الامن هيكون ايه، وطبعا لو اي تعثر او اي حاجه يبقى البديل ملعب بيتروسبورت. رئيس نادي توسكر الكيني قال لك مواجهه الزمالك بدون حضور جماهير. دانيال ادودا ده رئيس نادي يا عم يا عم، اللي يخلي ليبيا بدون حضور جماهير، هيبقى الزمالك بحضور جماهير؟ ده في كينيا، في كينيا ماتش، في كينيا وفي مصر، وفي مصر ماشي. ما عبد المنعم راجل قال ايه برضه، راجل في كينيا بيقول لك المباراه اللي هتلعب يوم 16 في ذهاب دور 32 من دوري ابطال افريقيا امام الزمالك هتكون بدون حضور جماهيري، وقال لك المباراه تكون قويه، الزمالك نادي كبير وبنحترمه وعارفين عنه حاجات كتير جدا، واحنا قابلناه قبل كده في عدد من المباريات، وقال لك انا عامل الزمالك معامله جيده جدا، علاقاتنا جيده جدا بكل الانديه المصريه، قال لك علاقاتنا بكل الانديه المصريه جيده، وقال لك انا عاملهم معامله طيبه، واحنا عندنا ثقه ان نادي الزمالك هيعاملنا برضه نفس المعامله لما نحضر للقاهره. شيكابالا هنضم لتدريبات الزمالك يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله، طبعا شيكابالا موقوف 8 مباريات بقرار من لجنه التظلمات، فهيشارك بعد يوم الثلاثاء هيشارك في التدريبات. محمد عواد حارس الزمالك ليه تصريحات بيقول لك المنافسه مع ابو جبل قويه طبعا، وقال لك دي هتفيد الفريق، وقال لك عندنا طموح ان احنا طبعا نتخطى توسكر الكيني، وعندنا طموح كمان في الفوز بدوري ابطال افريقيا وكل البطولات اللي احنا بنشارك فيها سواء الكاس او الدوري الجديد، وقال لك طبعا بالتحزين على رحيل جنش، لكن ده كره القدم وده عالم الاحتراف، وبتمنى له التوفيق في تجربته الجديده. وقال لك الامور طيبه جدا داخل نادي الزمالك، مرحب بالبقاء وراضي جدا عن البقاء، وقال لك هجتهد طبعا ان انا اعود لحراسه مرمى الفريق بشكل اساسي. ده كان اخر خبر معانا في نادي الزمالك، تحتفظ بعبد الناصر في اي سؤال او اي استفسار. اشكرك شكرا جزيلا. حاجه ثانيه، اخر حاجه يا جماعه، الزمالك رايه بشكل الدوري ان هو يبقى بنظام الاياب والذهاب زي السنين الاخيره دي كلها. ما هو قول حياته الزمالك طول حياته الزمالك يعني، هو الزمالك دلوقتي قلب نظام السنه اللي فاتت، عمل دراسه قبل ما يتكلم؟ طب نظام السنه اللي فاتت خرب لي الكوره. لا لا بس هو كابتنون قال لك انا موافق على دوري الاحرامات كاس الرابطه. ماشي يا عم، شكرا يا باشا. شكرا يا باشا، كل واحد حر في نفسه.